الشبيه النهارده كمان من المتوقع ان يبقى ليهم اداء مميز. نجوم النهارده النادي الاهلي بيقابلوهم، يمكن المباراه الساعه 3 لكن الناس كانت متواجده الساعه 12 ظهرا، وده يمكن كان امر مهم جدا طبعا يكونوا متواجدين ياخدوا الاجواء الخاصه بالمباراه، يشوفوا ارضيه الملعب، ويمكن في اللحظات دي كمان بينزلوا بيجروا عمليات الاحماء مع لاعبي النادي الاهلي. ينضم لي كمان في خلال اللحظات وينضم لي دلوقتي الان معلقنا طبعا المميز معلق يمكن عادل محمود. طبعا برحب بيك يا كابتن عادل وموفق النهارده ان شاء الله في نقل المباراه. عايز اكلمك بشكل عام على النادي الاهلي ومباراه القمه، بشوف ازاي استعداد النادي الاهلي، وايضا كمان نستعرض معاك التشكيل الخاص بالفرقه. حبيبي كريم، طبعا تحياتي للناس كلها اللي في الاستوديو، طبعا الكابتن اسامه وزمايلنا الافاضل والنجوم بتوعنا، وايضا بالنسبه لمباراه النهارده، مباراه النهارده هامه جدا للنادي الاهلي لاستعدادا للقاء القمه، لقاء القمه طبعا المرتقب بعد، وخاصه النهارده الزمالك خسر يعني نقطتين في السباق اللي هو على القمه، فرصه للاعيبه النادي الاهلي ان هم يقدموا مباراه كويسه ويقدموا نفسهم، وخاصه ان هم العائدين من الاصابه. لاسارتي طبعا بيحاول يجهز التشكيل المثالي بالنسبه طبعا لمباراه القمه، وايضا لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه مباراه القمه، وخاصه ان هو لو فاز النادي الاهلي ان شاء الله هتبقى الاهلي يتصدر القمه لاول مره، ودي طبعا يعني احنا تعودنا على مدار يمكن 30 سنه في كتير الزمالك كان في سنوات كتير ان هو متقدم ب 10 نقط و 12 نقطه زي ما حصل في الدوري السنه دي، ولكن في الاخر لعيبه النادي الاهلي ابتدت تكسب طبعا، وخاصه بعد مباراه اللي هي المباريات الافريقيه، وخاصه الطموحات الكبيره بالنسبه طبعا للاعيبه النادي الاهلي بعد فوزهم على شبيبه الجزائري. وشبيبه الجزائري طبعا وضع طبيعي جدا ان هي مباراه هامه جدا، ظهر فيها كل لاعيبه النادي الاهلي بمستوى جيد جدا، وقدموا نفسهم للجمهور لاول مره في صوره جميله، وابتدى يظهر شغل الاسارتي طبعا على لعيب النادي الاهلي، وكل الناس طبعا الاستوديوهات اتكلمت على اداء النادي الاهلي بالنسبه لمباراه شبيبه القبائل. فالاهلي فاز بجداره وتالق في المباراه وتاهل لدور الثمانيه لافريقيا، ودي كانت طبعا مع الخوف طبعا كان شبيبه وخرج زي شبيبه، واعتقد سيمبا هو اللي تاهل مع النادي الاهلي بعد طبعا مارسون في المجموعه القويه اللي هي كان فيها النادي الاهلي، فاصبح النادي الاهلي هو المتصدر وتاهل الى دوري يعني دور الثمانيه. انا شايف ان النادي الاهلي بيدخل مباراه النهارده بصوره جيده فنيا وبدنيا، وانا شايف لعيبه النادي الاهلي النهارده اصبحت العمليه بالنسبه لهم فيها طموحات وامال، واستراتيجيه النادي الاهلي اللعب على المركز الاول الدائم واللعب على البطوله، وكل الكلام ده كله طبعا اصبح لعيب النادي الاهلي حاسين بالمسؤوليه، عايزين يرجعوا اسم او موجود اسم دايما الشياطين الحمر طبعا على الساحه. ابتدى طبعا يعني المنافس طبعا بالنسبه للنادي الاهلي اصبح هو برضه ما زال لسه الزمالك، فمباراه القمه اعتقد ان هي مباراه ليها طابع خاص وشكل خاص واهميه يعني هتبقى عريضه للشعب المصري وللوطن العربي، واعتقد ان شاء الله هنتفرج على المباراه تليق باسم ناديين وطبعا بتليق باسم مصر كمان، وخاصه بعد قبل بطوله الامم الافريقيه اللي هي هتنقلنا نقله حضاريه وادبيا وكل شيء فيها. نتمنى كل مصري في كل مكان ان هو يتعاون مع الدوله في انجاح هذه البطوله، لان هي هتبقى الصوره المشرقه الدائمه لمصرنا الحبيبه، وايضا جماهير النادي الاهلي العاشقه للنادي الاهلي هي جماهير ملتزمه وجماهير جميله وعاشقه للنادي الاهلي، وبتقدر عندها الثقه الكبيره في لاعبي النادي الاهلي مع تعاقب الاجيال، انك انت لاعبي النادي الاهلي قادرين على اسعاد الجماهير. وعلى مر التاريخ يعني من سنه 80 اول بطوله افريقيه 82 83 اللي فاز بها نجوم النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي هو كان نجمها وكان هداف افريقيا اكتر من مره ويتصدر اعتقد الهدافين برصيد 37 هدف. فدي النهارده هو رئيس النادي الاهلي وهو الراجل اللي بيقود النادي الاهلي وسفينه النادي الاهلي، ونجح وتحمل كتير مع مجلس الاداره كل الانتقادات اللي هي فاتت طبعا مع تبديل الصفقات او ابرام الصفقات اللي هي الناجحه في يناير، فرقت كتير جدا طبعا مع لاعبي والنادي الاهلي ان هم وصلوا لمرحله النهارده النادي الاهلي اصبح مستعد لاستعاده الصداره ان شاء الله. بالنسبه للحكام طبعا مباراه النهارده، لو اتكلمنا عن حكام النهارده انا شايف الاسماء بتاعتهم عاطف حسن احمد ومحمد صلاح عبد الفتاح وخالد حسام الدين طه هم حكام النهارده. انما طبعا بالنسبه للتشكيل اعتقد ان هو اتقال ولا اقوله مره ثانيه؟ بالنسبه لتشكيل احمد فتحي، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، طه عاشور، عربي بدر لاعب 97 في نص الملعب، اسلام محارب،
وصالح جمعه عودته برضو الناس كلها مترقباها، وايضا وليد ازارو ايضا بيقدموا لاسيره النهارده من بدايه اللقاء، مع طبعا البدلاء اللي هم موجودين فيهم، موجودين حتى مروان محسن موجود، يعني هو هيدفع بيهم وهيدفع بيهم على مراحل في المباراه. في الاخر ان شاء الله مباراه النهارده هتبقى صوره جاده وتجربه جاده جدا مع اللي هو النادي الضيف على النادي الاهلي اللي هو جمهوريه شبين، اللي هو بتصدر تعتقد المركز تقريبا السابع، وكان عنده اخر مبارياته امام الترسانه وتعادله 1-1 في جمهوريه شبين، ومباراته القادمه مع الشمس. كل الامور مهيئه لاعضاء النادي الاهلي الاول في استاد التتش ان هي تتفرجوا على مباراه كويسه، وكل جماهير النادي الاهلي اللي احنا بنقول لهم طبعا مباراه النهارده نتمنى ان هم يستمتعوا بيها ويطمئنوا على كل لعيبه النادي الاهلي وعلى كل شيء في النادي الاهلي ان شاء الله، لننتقل الى القمه ان شاء الله في يوم 30، ويبقى عرس كبير للشياطين الحمر ويتصدر النادي الاهلي لاول مره في الموسم ان شاء الله في مباراه القمه ان شاء الله. دايما الموفق يا كابتن عادل، وبالتوفيق ان شاء الله على نهاره. شكرا شكرا. بنشكر اكيد طبعا معلقنا المميز المعلق عادل محمود اللي هيعلق النهارده وهيقوم بالتعليق على مباراه الاهلي وجمهوريه شبين. اكيد طبعا يمكن في اللحظات دي خلاص لحظات بسيطه جدا، والاحماء خلاص ينتهي مع اللاعبين سواء لجمهوريه شبين او النادي الاهلي، لكن زي ما بنقول وبناكد